أيضا يمنيا تمكن لواء العروبة في الجيش اليمني من السيطرة على عدة مرتفعات في الملاحيط في صعدة بعد معارك عنيفة خاضها مع الميليشيات الحوثية. وأفاد اللواء عبد الكريم السدعي قائد لواء العروبة للحدث أن قواته حققت تقدما عسكريا في مديرية ظاهر بدعم من قوات التحالف، وقطعت خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الانقلابية التي كانت تصلهم من مران معقل زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي بعد معارك عنيفة خاضها الجيش ضد الحوثيين الذين حاولوا استعادة مواقعهم التي خسروها الفترة الماضية. كما حقق لواء العروبة السيطرة على مواقع مهمة كانت تستخدمها ميليشيات الحوثي لتنفيذ عملياتها العسكرية تجاه المناطق الآهلة بالسكان.